جاهزين؟ إيه ده؟ لا 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 ما تهزرش ما تهزرش ما تهزرش هما بعتوا الدرع بالغلط؟ لا 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 بجد؟ بعتوا الدرع المليون بدل درع 100,000؟ أنا مش مصدق نفسي. إزاي؟ بصوا النطرة بتنطر والنهاردة جايب لكم مفاجأة. انت شايفنا من غير اي حاجة، انت شايفنا مبسوط وثاني قاعد الكلمة يوتيوب بقى مبسوط جدا عارفين انا في كلام كتير عايز اقوله بس مش عارف. المهم اللي هو لسه واصل حالا حالا حالا، فهنطلع فوق ونبدأ نفتحه ونبدأ نتكلم شوية كلام كده حلوين عشان في كلام كتير اهو في قلبي عايز اقوله. جاهزين؟ يا جدعان المفروض اللي احنا هنعمل انبونسنج اسمه ايه؟ هنعمل فتحه للدرع اليوتيوب. عامة هو حجمه كبير، يعني انا كنت بشوفه مع اصحابي وكده اللي هو حجمه صغير مش كبير كده، المفروض اللي ده درع 100,000. فهو اتاخر بسبب ان في مشكله في اليوتيوب في قناتي، فمعايا ورا الكاميرا حسام هو اللي بيصورني عباله ما يجيب الدرع برضه. فالنهارده هنعمل انبونسنج. هنعمل ايه؟ هنفتح الدرع. القناه بتاعتي فيها مشكله والكومنتات مقفوله. اذا فالكومنتات عشان تتفتح لازم تعملوا لايكات كتير قوي على الفيديو دوت وتعملوا شير بطريقه غريبه. اما اليوتيوب يلاقي فيه لايكات كتير قوي شير 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 فكده يفتح الكومنتات تاني، عشان بجد محتاج الكومنتات بتاعتكم، لان الكومنتات بتاعتكم بتشجعنا وهي اللي بتخلينا نكمل. الكومنتات دلوقتي مقفوله، عشان تتفتح اعمل لايك 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 وشير بطريقه غريبه قوي لاصحابك على الواتس والفيسبوك ويوتيوب، اعمل شير في كل حته عشان الكومنتات تتفتح. اتفقنا؟ المفروض بقى ان الدرع ده اتاخر بسبب ان كان في مشكله كنت مولع في واحد صاحبي ولعت فيه وهو نايم، فخد مخالفه 3 شهور لمده 90 يوم ما ينفعش اطلب الدرع. فطلبت الدرع واخيرا جه، فادينا هنفتحه مع بعض ونشوف الدرع هتمشي ازاي. بصوا انا مبسوط وفي شويه كلام كده هقوله. الكلام ده اهم من الدرع واهم من انكم تشوفوه. انا حاسه مفتوح يلا قبل كده. قبل ما نشوف الدرع هنشوف الرساله ديت، هي مكتوبه بالانجليزي فانا المفروض اني هترجمها. تمام؟ بيقول لك ايه؟ ويلكم مكار، لقد حصلت على درع ال 100,000. مش عارف مزودين جنبها اصفار بس مش مشكله. لقد حصلت على درع ال 100,000 وانت عملت انجاز كبير وان شاء الله يعني توصل لحاجه اكبر، وانت احسن حد في اليوتيوب على فكره، واحنا بنميزك عن الناس الثانيه وعايزينك تستمر انت والرجاله بتاعتك عشان توصل لل 10 مليون درع الماسي اللي ما فيش حد وصل له. وهنا بيقول لك ثانك يو مكار، احنا اللي ثانك يو والله. وان شاء الله تبقى مش اخر درع ومش اخر جايزه، والجوائز الثانيه جايه كتير. ده الكلام اللي مكتوب. نيجي بقى نشوف الدرع. جاهزين؟ جاهزين؟ لا 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 ما تهزرش ما تهزرش ما تهزرش هما بعتوا الدرع بالغلط؟ لا 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 بعتوا الدرع المليون بدل درع ال 100,000؟ ده بيهزر دول ولا ايه؟ بجد؟ بعتوا الدرع المليون بدل درع ال 100,000؟ انا مش مصدق نفسي. ازاي؟ تعال نصور ستوري دلوقتي. ثاني زي ما انت زي ما انت ثاني خليك. هفتح دلوقتي ستوري وافرح الناس عشان انا بفرح الناس على انستجرام قبليكم. المهم يا جدعان صباح الفل، المفروض النهارده اللي درع ال 100,000 جالي، بس هو مش درع 100,000، درع مليون. تمام؟ هنشوف دلوقتي درع مليون جالي بدل درع ال 100,000. مش عارف اليوتيوب فيه عطل ولا فيه ايه، كانه اتاخر يلا. ها؟ كانه لما اتاخر جالي درع المليون بدل 100,000، كانهم كافئوني يعني على التاخير وكده. حاجه غريبه صح؟ شوفوا الفيديو على اليوتيوب، على اليوتيوب هينزل لكم هيعجبكم جدا. لايك سبسكرايب على الفيديو. الكومنتات مقفوله، عايزين نعمل شير بطريقه غريبه جدا. يا جدعان زي ما شفتوا الدرع، عايز بقى اتكلم معاكم شويه كلام مهمين جدا جدا جدا، اهم من انكم تشوفوا الدرع. طبعا درع ال 100,000 المفروض ان ده درع 100,000، اتحول درع مليون، الله اعلم جالي في السكه غلط، كان رايح لواحد تاني بس مكتوب عليه اسمي يعني. عامه يا جدعان
اللي انا عايز اقوله ان اي حد بيتعب بيوصل، اي حد بيتعب في اي حاجه بيوصل. اذا كنت بتتعب غلط او بتتعب صح فانت في النهايه هتوصل. عايز اوجه رساله بالنسبه للناس اللي بتبدا على اليوتيوب، وبالنسبه لاي حد بيبدا على تيك توك او يوتيوب او اي مجال شهره عامه. في الاول هتتعب، في الاول هيطلع ميتينك، في الاول هتشوف المر، في الاول مش هتلاقي مقابل، لكن في الاخر صدقني هتوصل للي انت عايزه، وهتوصل لارقام انت ما كنتش متخيلها. يا رب يغلطوا ويديني برضه درع زي ده يا رب يا رب. ثلاث نصايح اقدمها لاي يوتيوبر او اي حد عايز يدخل في الميديا. اول حاجه خليك مع ربنا، دي اول حاجه اقدمها، دي عن تجربتي الشخصيه. ممكن حد تاني يقول لك مثلا اول حاجه اهتم بكذا، لكن دي تجربتي الشخصيه. اول حاجه خليك مع ربنا، تاني حاجه اتعب 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 وما تبصش على المقابل، ما تبصش على المقابل نهائي دلوقتي. تالت حاجه اقولها لك، ما تسمعش كلام الحاقدين، اي حد هينتقدك. اصل بص اقول حاجه، انا جالي انتقادات، وكل الناس اللي ناجحه ما فيش حد ناجح ما جالوش انتقادات، ما جالوش حد بيشتمه حد بيهزقه، فكلنا شتمنا. ما تركزش في الحاجه دي، لان الحاجه دي في وقت من الاوقات بتدمر الشخص حرفيا. فبس تلات نصايح، صدقوني اللي هيمشي عليهم هيوصل لكل اللي عايزه. حتى لو لو عايز يصنع عربيات، لو عايز يصنع فلل، لو عايز يصنع مش عارف كوكب تاني، كوكب مريخ لوحده، هيوصل اللي هو عايزه. لايك سبسكرايب عشان الكومنتات تتفتح، لان الكومنتات مقفوله. والله العظيم بجد انا كنت عايز اسمع منكم الف مبروك يا مكار، عبار درع مش عارف اقول ده عبار درع المليون ازاي، مدام مليون جالي عبار درع ال 10 مليون، فاهمين انتوا؟ فاللي هو انا عايز اسمع الكلام ده بس مش عارف اسمعه. لايكات كتير قوي، وانت بتتفرج لو انت لسه ما حطيتش لايك انزل دلوقتي حط لايك، واعمل شير بقى، شير بطريقه غريبه بقى لاصحابك واخواتك وكل الناس. تمام كده خلص الفيديو، لايك وسبسكرايب. قبل ما ننهيه عايز اوجه برده رساله لكل الناس اللي واقفه جنبي، والدتي، والدي، صحابي، انا الاربع حاجات دول لولا في حياتي كنت زمان وصلت لحاجه. بجد انا مبسوط جدا بيكم، مبسوط جدا ان انا ورايا جيش خلاني اوصل للرقم ده. انا مش عارف دلوقتي انا ابدا اوصل فين. انا بتمطرات الدرب بتاعي لسه جاي حالا، صار بيه يعني ايه ده اتصور بيه؟ اتصورت بيه خلاص؟ ايوه اتصورت، ما لسه جاي لي حالا. ضحك على ايه؟ يا جدعان انا سامع اقسم بالله موتني ضحك. هات الدرع. لا سيب الدرع تركاه. ايه يا عم ايه يعني لسه جايبه حالا قدام الناس؟ جايبه منين؟ لسه جايبه من تحت. ما انت خدته ونزلت الشارع وطلعت. ايوه لسه جايبه. اطلع يا عم يلا بس جاي يا جدعان الفيديو، لايك سبسكرايب. والدرع مكتوب عليه ايه؟ وانا بقول جري غلط ليه؟ بص يا جدعان مش مكتوب عليه اسم، انا اسمي مش طويل كده. ما هو يا دريكان هو البدايه ام يا اسطى. انت بص 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 عمر كده، هو البدايه اسمي ام بس مش كده يعني يا ابني. لا مش محمود ادريكان، مكتوب محمود ابو دريكان. هو ام اهي مكار ادريكانو. جدعان اللي شرب المقلب بيخش يقول له على انستجرام، واللي ما شربش المقلب بيخش يقول له على انستجرام واعمل له شير كتير. بس بالظبط يا جدعان. لا بس بجد 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 الكومنتات مقفوله على الفيديو دوت، لان في حظر عندي في الكومنتات هتتفتح باللايك والشير. اعمل لايكات كتير قوي وشير عشان الكومنتات تتفتح. فبس يا رب يكون الفيديو عجبكم، ودي يعني شيرني عشان انا اتخبيت في المايك. ابويا وانا اربع حاجات. ايه؟ اربع حاجات. اربع حاجات. فلا الكلام اللي كنت بقوله فعلا بجد، وان شاء الله اي حد عايز يوصل لاي حاجه يوصل لها، والموضوع سهل مش صعب، وكل اللي وصله مش احسن منك، انت احسن من الكل. خلي في دماغك الكلام ده. كده خلص الفيديو، درع اليوتيوب، درع مليون، جالب الغلط. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.